وابدو اللجنة الاغترابية السورية في الكويت يزور حمص ويكرم أكثر من 60 أسرة شهيد ومصاب من الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي. لأنهم أبناء سوريا البررة الذين حملوا حبها في قلوبهم جاءوا ليمسحوا الجراح عنها ويقفوا إلى جانب وطنهم الأم سوريا، فكانت محطتهم الأولى حمص، حيث كرم وفد من اللجنة الاغترابية السورية في الكويت 61 أسرة من ذوي الشهداء والمصابين من الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي كعربون وفاء للذين ضحوا بدمائهم ليحيى الوطن. ما جينا نكرمهم، نحن جينا ناخذ رضاهم، جينا نقول لهم شكرا، جينا نقول لهم ارحمون، جينا نقول لهم هن اللي وقفونا على جرينا، هن اللي خلينا مجتمعين هلا، هن ابطال الجيش العربي السوري، لذلك نحن ما بنعمل شيء، ولو 100,000 سنه ما بنعمل قطره من دم اللي هن اللي استشهدوا من شانه او الجريح اللي نزف دم منه. نحن بنتشكر كثير كثير الجاليه السوريه في الكويت لهذه المبادره والوقف الكريمه والشريفه والتي تنم عن روح الوطنيه والانتماء للوطن الكبير الغالي سوريا. حتى بدول الاغتراب السوري لم ينسى السوري، ودائما همهم بلدهم، همهم ابناء بلدهم، يعني شعورهم هذا بيكفي، بيعطينا دفع للأمام للصمود بزيادة. وفي لقاء مع محافظ حمص طلال البرازي جدد أعضاء الوفد اعتزازهم ببطولات الجيش واستعدادهم لإعادة إعمار حمص عبر مشاريع استثمارية تتعلق بدعم أسر الشهداء والجرحى وتعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني. من جهته أعرب محافظ حمص عن استعداد المحافظة وتشجيعها لجميع المبادرات الاغترابية في إقامة مختلف المشاريع الاستثمارية. اللجنة في إطار بعدها الاستثماري كانت قد اتخذت قرار هام واستراتيجي بأن كل المشاريع التي ستقوم بها اللجنة الاغترابية السورية في دولة الكويت ستأخذ بعين الاعتبار أن العمالة في هذه المشاريع ستكون من أسر وذوي الشهداء، ومن ناحية أخرى سيتم تخصيص جزء من عوائد الأرباح قد تصل إلى 15% من عوائد هذه المشاريع لأسر وأبناء الشهداء على شكل مشاريع تنموية تهدف بالتطوير الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي بصورة كلية وبصورة جزئية، تهدف إلى وضع مهنة ثابتة لهذه الأسرة تعيش منها وتتعلم منها كيف تطور نفسها بنفسها. وفي ختام زيارته لحمص جال الوفد في السوق التجاري القديم واطلع على ما وصلت إليه أعمال التأهيل والترميم فيه، كما زار الوفد كنيسة أم الزنار أحد أهم المعالم الدينية في حمص. تجولت في أزقة حمص القديمة وكيف بدأت من جديد النهوض والتطوير الاقتصادي والتجاري وحركة الحياة وعجلة الحياة، وكانت الخاتمة في حمص أن أزور كنيسة سيدة مريم أم الزنار التي كانت بحق أثلجت صدري. لم تغب الفرحة عن عيون أعضاء الوفد برؤية حمص تتعافى مجددا، ووعدوا بتقديم الدعم اللازم للإسراع بعملية إعادة الإعمار. من محافظة حمص شيرين العلي، الإخبارية السورية.